فالاحتجاجية الاحتجاجيه ديت هي وقفه اصلا مساواه بيننا وما بين النيابات الثانيه وما بيننا وما بين مجلس الدوله. سليم؟ وبالنسبه لنا دلوقتي حاليا احنا دلوقتي عايزين المساواه ما بيننا وما بينهم. وكان تفعيل قانون السلطه القضائيه. تفعيل قانون السلطه القضائيه ديت لابد عنها. لازم يكون الموظف له دور فيها. وما اللي هو المؤتمر بتاع العداله لابد ان احنا يكون لنا دور فيها، لما هو دلوقتي بدل ما هو بيدعي المحامين بقى يبدا ان هو يدعي الموظف اللي هو موجود معاه. بس فديت هي المساواه، وقفتنا ديت وقفه ما بيننا واحنا لنا مطالب، المطالب دي لو ما اتنفذتش هنفضل واقفين، وبعد كده لو ما اتنفذتش هنفضل واقفين في المحاكم، لان المحاكم تاني هتفضل واقفه، تبقى واقفه على كل المحاكم بلا استثناء، تبقى واقفه عامه وعلى كل المحاكم، والمحاكم كلها هتقف. وطالبنا اولا المساواه. احنا لو بنقبض اكتر من مجلس الدوله او هيئه قضاء الدوله او النيابه الاداريه، احنا طالبين انهم ينزلوا مرتباتنا زيهم، لو احنا مرتباتنا اعلى منهم ماشي. تاني حاجه بطلب قانون السلطه القضائيه نشارك فيه في المؤتمر العدلي. مؤتمر السلطه القضائيه طالبين نشارك فيه في باب خامس كله بتاع الموظفين بالنيابات والمحاكم. الباب الخامس ده يخصنا احنا، ما يخصش حد غير احنا بس ماشي. رابع حاجه الفلوس المتاخره بتاعت العلاقات الانسانيه بتاعت الموظفين بتوعنا. خامس حاجه المساواه بين الهيئات القضائيه كلها من اولها لاخرها ماشي. الرعايه الصحيه، يعني ابن القاضي بيكشف ومراته بتكشف وكله بيكشف، واحنا مفيش حد مننا بيكشف. حتى تعاملنا حتى المستشفيات اللي احنا متعاقدين مع مستشفى واحده بس في القاهره، وجميع الاقاليم ما بتستفيدش بالمستشفى دي فقط لا غير. دي كل مطالبنا كلها من اولها لاخرها، مفيش اكتر من كده.